الشروم. 70% اقصد عفوا. حمد المري معنا بالكم في الشروم، نسمع كلامه. اكيد عنده مداخله قبل شوي مع سلطان كان بيتداخل. اعطونا حمد. حمد حياك الله. الله يمسيكم بالخير يا اساتذتي. القبوع شلون اليوم؟ شلونكم طيبين؟ مساك الله بالخير استاذ سعود، مساء الخير استاذي فهد معيان، مساء الخير بن درعان، مساء الخير يا الروقي. حياك الله يا حمد. ابدا لاني انا اللي طلبت المداخله، فاتمنى انكم تعطوني بس دقيقه. يلا تفضل. جيتكم قبل 3 أو 4 أيام اشتكي من موضوعين. موضوع كلكم تذكرون صح؟ صحيح. تكلمت على المسرح، قلت يا جماعه منذر اعطانا نص، ما اعطانا بروفات، هي مهي بشيء نحفظه. انا ممكن احفظ لك 10 صفحات واجي اقولها لك. طيب. بس الشخصيه يبي لها بروف، كيف تعيش الشخصيه لما تكون مسافر؟ اسم واحد اسمه مسافر، اسم وصفه، مو باسم مسافر فقط. طيب. شلون واحد جديد تقول له عش عمق المسافر، وكيف واحد انت يشتاق لبلاده ويضح في وجهه شوق البلاده وغيره. ما اعطانا، جيتكم قلت يا جماعه منذر اعطانا النص، ما اعطانا اي بروفة. فتهكم علي اخوي سعيد بن درعان، قال انت ما تلبس بدله، شو تتكلم عن كذا؟ طيب ولبست بدله وتكلمت. لبست بدله وطلعت من الموضوع، انه اخوي انا جيتكم في موضوع طلعتوني سويتوا زوم اوت. يلا طيب الحين الحين تفضل. تفضل. انا الله يطول عمرك، الاخ زياد جانا عطانا النص، الاخ المنذر عطانا النص، قال انا بكره وبعد بكره عندكم اسوي بروفات، اموركم في السليم. طيب. لما يقول في اخوي فهد معيان الخطا على حماده، حماده ما حفظ، حماده ما عنده نص يا اخوي فهد. هل سالت حماده هل عنده عليك نص؟ الله يرضى عليك اهدأ. طيب انا هادي. طيب عطنا اللي عندك يا حمد بسرعه. حماده ما كان عنده نص. طيب. تسبب الاحراج، تسبب المضايقه والمقاطعه مع اخويا في المسرح، لان ما عندي نص وسلبت للمسرح بدون نص وارتجلت بدون نص. بدون نص. واللي كان معك وشو؟ بدون ما معي، كنت اقرا حق اخوياي شلون اتداخل لاني توهقت. ليه اخويا؟ وين نصك؟ ما عندي. ايش كان الدور اللي معطى لك؟ اسال المنذر. ايش الدور؟ الاسم الدور اللي انت اخذته يا حماده. يا حماده لا دقيقه يا عبد الله معلش، لا النص عندي. ايش اسم الشخصيه اللي اعطاك اياها المنذر؟ ولا شخصيه. لا يا حمد اعطاك مستحيل، اعطاك شخصيه. ما اسم الشخصيه اللي اعطاك اياها؟ طيب اوكي لا يا حمد يعني يمكن يكون كلامه صحيح. اسال المنذر قول ايش الدور اللي اعطيته حمد، خل حمد يدري. طيب. لا خلاص انا ما احتاج حماده في شيء. ابو عبد الله دقيقه، حماده ادل الان بحجه، ادل الان بحجة. حنا نقبل حجته ونسأل الأستاذ منذر ونراجع المسرح ونشوف الدور اللي الحمادة ونطلع الصدق من غير الصدق. هذا فقط. وهذا هذا 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 طلب. تسمح لي أطرح على حمادة السؤال نفس السؤال سلطان؟ لأن أنا ما ودي أطول. حمادة أنت مالك في التمثيل ولا لك في المسرح صح؟ طيب قبل إيه وجيت وفي إشكالية عندك في النص صح؟ لا النص الاول لا 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 النص اللي امس انت المس... ما عندك نص، صار في اشكاليه. ما سلمت نص، كنت مرتجل حتى قال لي ليش ارتجلت وبدعت؟ لاني مالي اي نص. لا انا علمك، لان عندك جديه وحاب تنافس ومحترم المسابقه في هالخطوه والعرض الاخير، لذلك ظهرت بالظهور الجديد. اي جديه؟ ظهر بجديه. انا ما عندي نص وطلعت بشيء شيء جميل، ارتجلت طلعت اللي عندي. حماده لحظه بعد دقيقه، النصوص وصلتكم، بروفات قلنا ما سويتوا، نصك ضيعتها، ما هي مسؤوليه. لا يا حماده فهد 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 ما عندي اي نص. لا 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 اعطاك دور الميكانيكي عندك. دور الميكانيكي عندك اعطاني نص. دور الميكانيكي عندك. اذا عندي نص، اذا المنذر اعطاني نص او استلمت نص، انا اشهد باني كاذب. طيب خلاص بداخل. بس اذا المنذر ما اعطاني نص، يقول المنذر انا ما الحين مرسل لي المنذر الان تواصل معه، انا يقول حماده اعطيته دور الميكانيكي. اسال المنذر، شوف النص عندك. انا ساله. مو عندك يا سعود. طيب عندي، انا سالت الان. دور لي الميكانيكي وينه. طيب عموما انا لا لا دقيقه سعود. لا 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 انا ما حماده ما راح اضيع الوقت عليك الان. احنا دخلنا في ورق معك كان ولا لا وقتها؟ سام اعطاك ورق وقتها ولا لا؟ اعطاني ورق. طيب ايش كانت؟ الشباب كلهم الا الميكانيكي مو موجود. عبد الرحمن. طيب خلاص بنشوف. يا حماده يا اخي النص عندك. انت يوم طلعت على المسرح طلعت ساكت 15 صفحه فهد. ميكانيكي 15 صفحه. لا يا اخو سعود سعود اسمعني يا حماده اسمعني. النص شوف في ميكانيكي ولا لا؟ حماده اسمعني. انت يوم طلعت على المسرح طلعت ساكت. ساكت تكلمت ذبات بسيطه. وقف. انت طلعت ساكت ونزلت ساكت، مالك اي دور؟ دور انا صنعته. ايش الدور؟ دور اني ضايع بينه بس ابي. لا ما صنعته.
ما صنعت بعد شوي بنعرف. شكرا حمادة الله يعطيك العافية. طبعا شباب إذا تقدرون تتواصلون مع الأستاذ منذر تواصلوا لي معه، أنا أحتاج مداخلة للأستاذ منذر حتى نقضي على كل هذه المشاكل ونبدأ صفحة جديدة.